مقبولة على الصحن ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام. هلا والله يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. أول شغلة نقولكم صباح الخير. كذا شخص طلب نسأل لهم تسقية نسألت معبود نحن نقولها فتة حمص، فهمتوا علي شلون؟ فسألت معبود قلت له شنو هي التسقية؟ قال فتة الحمص، قلت له تمام. فأنت ولو قال لي فتة حمص كان سويتها، بس الشامي يقولوا لها تسقية، نحن نقولها فتة حمص. فاليوم راح نسوي نحضر الفطور ونسوي لكم التسقية على طلبكم انتوا، وتعرفون انتوا ونشارككم الفطور اليوم. طبعا خليكم على الفيديو مشاهدة ممتعة، لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل الجرس، ويلا نبلش. اول شيء بدنا نسويه، بدنا نسوي فلافل، تمام؟ ننقع الفلافل. صباح النور فضيتو، عسيكم فطور. فطور ما يصير ريحتك كلها عطر. ريحتي عطر والله؟ طيبة؟ يا سلام. عجبتك؟ ايه عجبتني. عجبتك؟ كف. يلا انا حاضر راح نكت مي عشان ننقع الفلافل. بابا هذي لك، بابا هذي لك شوي. بابا اعطيني ايدك شوي. خليهن شوي، تمام؟ نحط هاي هين، ويلا نبلش. أول شي بدنا نغلي الخبز. زي شغال. طبعا بالنسبة للحمص جاهز، معبود تسلق الحمص تحطه بالثلاجة يعني يكون جاهز، بس هي الحص طلعته من الثلاجة وشغلنا عليه شوي. حمص جاهز بس على العرض مباشر، انت علي شلون؟ فالحص بدنا نغلي الخبز، بس نخلص خبز نبلش بالتسقية. والآن يا جماعة بدنا نبلش بالتسقية. أول شيء بدنا نعصر هذا الحمص كلياته. طبعا اللي ما عنده حمص يقدر يختصر بطحينه ولبن بس. معلقتين لبن. بدنا نجيب زوم الحمص. والحز بدنا نبلش خفق بيها مع عصرة ليمون قبل ما نخفقها. والحز نبلش بيها نخفق. خلاص يا جماعة بدنا نحط لها التومات. هنا هرسنا شوية توم نشيلها ونحط عليها. والحز بلش فيها هرس شوي، بدنا نذوقها، نذوق ملحها كويس ولا لا. والآن نحط لها شوية ملح، شوي ما نكثر. والحص صارت معانا جاهزة، يعني لا بدها طحينة ولا بدها شيء لأنه الحمص سد عنه الطحينة. والحص راح نغطيها ونخليها على جنب عشان نبلش بإيش؟ بالفلافل. يلا تفضلوا. والحص راح نبلش غلي الفلافل. بسم الله. ساعديني؟ لا. ما
معلم. فلافل عمكم ابو العبد. والان قبل ما يستوي الفلافل خلينا نصفي الحمص عشان نسيلكم التسقية. هذا الحمص صار جاهز، بس بيجي حبة بدلنا نشيلهن من هين السود، شايفين؟ والحز بدنا نفرط فوقاهن خبز. فلافل، خلينا نشوف الفلافل لانه صار وقت ان نطلع الفلافل. شوفوا لاهن احلى فطور مدلل مدلل مدلل. سلام. خلاص نطفي على الزيت، نرجع وين؟ شايفين يا جماعة نفرط الخبز فوقه كله ولا كافي؟ ايوه هيك وكافي. تمام، على حسب نسهلها هيك بهاي الطريقة. شايفين؟ هاي الطريقة نسهلها. بعده نجيب حمص واللبن اللي خضيناه ونصير نسقيها تسقية. بسم الله. ضل ساعة قال كافتها هيك، وين مو عندكم تاريخ مسكرة منين؟ يلا بسم الله. الحز هيك نسقسقها. الحز يا جماعة بعد ما شربناها ايش بدنا نساوي؟ بدنا نروح نحط عليها سمنة عشان نسقسقها، فهمتوا علي؟ الحز هيك شربناها بلبنا وباللبنة والحمص. والحز بدنا نروح نسخن شوية سمنة ونسقسقها بالسمنة. يلا. ولع على السمنة. يا سلام ريحة السمنة جد طيبة. نحط له فستق. بدنا ساعة هيك. جهز نحمر الفستق شوي. خليه يتحمر بعدين نرجع له. الحز يا جماعة نحط له شوية كمون. نحطها فليفلة حمراء. طارت عالم. والحز خلى الفستق لحتى يحمر شوي وبعدين نسحسح بالفستق والسمنة. يا سلام أحلى فطور لعيون الشباب الحلوين. والآن يا جماعة شوفوا تأخرنا على أول شيء، خلنا نرش الفستق. هذا اسمه السقسق. وهيك صار اسمها مسقسقة بالسمنة النباتية الطيبة. شوفوا لي على الصحن ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام. وحدو صحن الفلافل. شوفوا لي معلم ابو العبد لازم تفتح مطعم. عبود علمتني على التسقية وعلى الفلافل، بس انا ما شاء الله شاطر او من اول مرة اضبطها.
صرت معلم. يلا الحاج بدنا نساوي؟ بدنا نجهز الفطور. يلا بسم الله. والحز يا جماعة فطورنا صار جاهز. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوية فلافل مع شوية حمص مع شوية لبنة مع شوية لبن مع شوية جبنة جبنة مع جبنة مكعبات ومع بقرة مع بقرة مع نوتيلا مع زيتون ومع زيت وزعتر والحمد لله نعمة كلياته. والحز بدنا نذوق الفتي يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو ده دق 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 دق. ما ده دق بدك تاكل. يلا شلون عبودي؟ طيبة؟ يلا معنم أرحب مع هيج قرص فلافل. تعالوا شوفوا لي الفلافل شلون مستويات. يا سلام. محبوب تعالي انت لاني مش حامل. تعي حرام تشتهين حرام. طبعا هنا امس محبوب سوت لنا مخلل علي الله يعطيها العافية، مخلل فليفلة ومخلل خيار ومخلل خس الله يعطيها الف عافية. فالحس يا جماعة الفطور ايش بده؟ بده كاسة شاي. مو مخلل، مخلل. شو اسمه؟ مخلل. مخلل. مخلل مخلل مخلل. انا اقول مخلل. انا اقول مخلل. مخلل. هاي العبود الحلو. وابو مخلل. وهاي المهدي. ابو مخلل. الحلو. باباي بارد. بارد؟ هاي. مو ساخنة كثير، ساخنة؟ مو ساخنة كثير. مو ساخنة كثير. هاي المعبود. عليها بارد شوي. والحس نقول بسم الله. اي والله. والله احلى فطور. أصلاً نشاط لما تفيق الصبح وتجهز فطور لحالك، والله نشاط مضبوط. وتصاخن شوي. لازم كل يوم نفيق على الماك ونساوي فطور، بس التسقية طيب كل يوم والله جد على العالم. الفستو ما لحقت اشيله انحرر شوي. قلت عليه بس طيب. نكهته طالعة طيبة. تعالي ذوقي مع بعض. ذوقي شلون؟ معي. تعال ذوقي من عند مهدي، ذوقي من عند مهدي يا معبود. لا تخجلينه. يا معبود تعال. يا سلام. تعال معبود تعال. تعال ذوقي معبود. طبعا يا جماعة. لهين وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل الجرس ونحبكم.